بالنسبة لو واحد طلق مراته مثلا طلقة وهو ايه متعصب وكان في مشاكل، هل تتحسب طلقة تجوز ولا ما يعني ما تجوز؟ يعني من هو ذو القرنين؟ مفهوم قطع الرحم وثواب وعقاب قطع الرحم. في دعاء بيقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي، فهل ده بيجزئ عن ان لو على لي في حد له دين عندي ان انا ما سددتوش ايا كان شكل الدين ده، مالي او ادبي او ايا كان؟ المسح على الـ على الـ على الشراب مثلا لو انت مثلا بره او كده، يعني بيبقى صعب احيانا ان انت مثلا تمسح تقلع الشراب مثلا مؤاخذه وتتوضى. فهل كنت عاوز استفسر هل في امكانيه ان انا امسح الشراب، لان انا سمعت ان هو يعني باطل. دلوقتي انا اختي متوفيه واولاد عيال اولاد اخواتي ما بيكلمونيش وقاطعيني خالص، وانا عايزه اروح لهم خايفه لا يكرشوني، هل ده حلال ولا اللي انا ما بسالش عنهم؟ جبر الخواطر، حتى لو الانسان بيجبر اخوه او اخته حتى لو ما معاش مقدره يساعدهم، يساعدهم بجبر الخواطر بالكلمه او بايه تاني؟ انا عايز اسال عن موضوع السهو في الصلاه تمام باستمرار، وفي نفس الوقت برضه بالنسبه للصلاه السابقه مثلا او المتفاته من فترات دي، في ناس بيقولوا مثلا لازم تقضيها او خلاص اوكي طالما عديت وخلاص انتظمت خلاص، ففي قرار رسمي في حاجه زي كده او اساسي في حاجه زي كده ولا؟ افضل الاعمال ايه في شهر رجب وشهر رمضان وشهر شعبان في الايام المباركه دي؟ الزوج اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه بزوجه ما حملتوش اي مسؤوليه في اي حاجه ومعاها منه اولاد وربتهم، وبالرغم من كده ما بيعملهاش بما يرضي الله، وهي مش عايزة توصل لدرجة الطلاق عشان خاطر الولاد والبيت. يا ترى ده حسابه عند ربنا هيكون ازاي؟ وهي المفروض تتعامل مع ايه، لان هي مش قادرة تتحمل اكتر من كده. بيقال ان الدعاء والقدر يتصارعان، فما معنى هذه المقولة؟